في إطار المخطط الوطني لمحاربة ظاهرة عصابات الأحياء، وبعد الاستغلال الجيد للمعلومات، برمجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم مداهمة لحي تابع إقليمي لفرقة صيادة، أين تمكنت من توقيف 4 أشخاص وحجز 10 أسلحة بيضاء بين سيوف وخناجر وصواطير، بالإضافة إلى بندقية صيد بحرية وكمية من المخدرات والأقراص المهلوسة. بعد الانتهاء من التحقيق سوف يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.